واليوم في وقت الرخاء والتياسير شفنا العجب، لا والله الا الهبالي يا كثر ما قامت تسوق المقادير، ويا شيب عيني لا ذكرت وطرالي المسجد اللي هزه اصوات تفجير في حزة فيها ايجاب السؤالي، والمسلم اللي ذبح من دون تبرير ودم الرضيع اللي على الوجه سالي، بنشدك يا مكفر هل الدين تكفير، وش حكم ذبح المسلمين العزالي، تدبر القرآن والهدي تدبير واخذ الجواب بصيغته والكمالي، فضحكم الله يا الوجيه المغابير يا طغمة التخريب والانحلالي، واللي على الفتنة تدق المزامير نعرف مطامعهم على كل حالي، ونعرف من يدفع رسوم الفواتير يا الحية اللي جحرها الاحتلالي، لنحورهم حنا سوات الأزارير، حنا حماة الدين يا أهل الضلالي، الأرض نزرعها رماح ومسامير يحرم عليهم وطيها بن عالي، ديارنا ما هي بكابل وكشمير وهم ملالي صدق وهم ملالي، عمينها الأجداد عجوا معاصير بس يوفهم على ظهور الجمالي، واليوم واليوم يا سلطان شفهم طوابير ملوا من المجلس تحت الظلالي، يبون يوم فيه للحق تكبير عن الكلام اتبان فيها العالي، يا سيدي قل وش تبي بس ويصير، حدد هدف لو هو عسير المنالي، فالجو نفاثه فالقاع جنزير ومتاك اليوم من طيب فالي، هذا وطننا ما سكناه تهجير، الجيش واحد ما جمعنا الاحتالي، لو ينتخي عرعر تلبي خرخي كل الجنوب يصير جنب الشمالي، لا يا وطن لا تحسبنا مدابير لو الدهر في بعض الأحيان مالي، طالبك لا تجفل من الوقت وتذير وكل ابناك وبالله الاتكالي، وإن كان ما شفت السعد والتباشير عيب علينا لبسنا للبدالي، نذر علي لحرسك وفديك وغير ديني وعرضي فيك واغلى حلالي، واللي يأثر فيك بيات تأثير أبرى منه لو كان عمي وخالي، ومت واخذتني صروف المقادير والله لو أصي فيك حتى عيالي، أمرك